يعني حقيقة الأمر الإطار التنسيقي لم يكن يتصور أن المرحلة توصل إلى الصدام لا سمح الله وسقوط شهداء وجرحى في هذه التظاهرات، ولا لو كان يعرف ذلك لكان يمكن كان موقف يكون غير موقف في هذا الموضوع. يعني أنا أستغرب من قولك عندما تقول أن الإطار ما كان يعرف أن المرحلة ستصل إلى حد الاقتتال، وأنه لو كان يعرف أن الأمور تصل لحد الاقتتال لكان له موقف آخر. وأنا مع احتراماتي لرأيك، حتى الأعمى كان يرى أن الأمور ذاهبة إلى الاقتتال، وصرخنا وقلنا. أما هذه القوى والإطار قاصرا على أن يرى الحقيقة، أم أن هنالك خللا في تفكيره، أو أن الحقائق قد غيبت عنه؟ كيف كان لم يكن يرى؟ يعني دكتور، يعني هو شوف، يعني اليوم كنا كل الجميع كان يظن بذلك، لكن كنا نرى في أنه يعني رجاحة عقل القادة السياسيين وسماحة السيد مقتدى الصدر أنه ما راح توصل. وشفنا اليوم يعني بيوم اللي صار الصدام بين القوات الأمنية والمتظاهرين وصار صدام مسلح، يعني كل العراق يعني ما قبل بهذا الشيء، لا قبل أنه يصير صدام مسلح حقيقة، لكن يعني فتوى أو بيان السيد الصدر اللي صدر ووقف هذا الاقتتال، يعني كان ربما يعني لو لم يكن هذا البيان صادر لكان الاقتتال لحد هذه اللحظة موجود. اليوم الإطار التنسيقي يعني ما كان يتصور انه راح يصير صدام بين، يعني والصدام حصل بين القوات الامنيه والمتظاهرين حقيقه، مو بين الاطار والتيار الصدري. يعني صحيح انه الخلاف السياسي يا موجود، سيد لكن محمود الوضع الحياني، يا سيد محمود الحياني، خلوا القوات الامنيه، القتال اصبح شيعيا بين سرايا السلام وبين الحشد الشعبي. هسه احنا ما مستحين منها، احنا عندنا دماء. يعني هسه مرات ما تقدر تحل، بس خلينا نسولفها مثل ما هي. أليس من العار على كل القوى السياسية في هذا التاريخ أن يتقاتل وتسقط دماء الشيعة في زمنهم وبسببهم؟ أليست هذه جريمة؟ الواحد سياسي من يمشي يدنق راسه قدام أهله ويقول هذا زعيم وذاك قائد وذاك شيخ وذاك سيد؟ أنا لو بهاي القوى والله مش مدنق راسي، الشيعة يتقاتلون في زمني، البس لي الشيلة وغط روحي. يعني خلينا نعترف ان الجميع يعني ما كان قابل على هذا الموضوع، لانه اليوم الدم العراقي اغلى من كل شيء، لكن هناك تقصير كان ربما الحشد الشعبي. يا الجميع ما قابل سيد الحياني، يا اللي ما قابل، لا من انطابر اطلاق النار سواء من السرايا ومن الحشد؟ من الذي بدأ باطلاق النار حتى تثبت هاي الحقائق للتاريخ؟ يعني انا هاي ما عندي معلومه عنها من اعطى امر اطلاق النار. لا ده احكي كقوه سياسيه، لكن كقوه امنيه دكتور انا ما عندي معلومات امنيه عن الموضوع، يعني منو اللي هذا، لكن اعتقد كان اكو ضعف في عمل الحكومه وكان عليها ان تمنع هذا الصدام قبل ان يحصل، كيعني قائد عام قوات المسلحه القوات الامنيه، يعني مو العناصر، القيادات الامنيه كان عليها ان تحسب حساباتها لهذا الصدام ان يحصل وان تمنعه. اليوم احنا المشكله مو بس بموضوع يعني احنا صدام حصل وراحت شهداء وضحايا، كان المفروض انه قبل ان يحصل هذا الصدام مثل ما قلت حضرتك الجميع كان يتوقع.